أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور أصلي إلى الله أنه نور المسيح فعلا يسطع ويبارك حياتك اليوم اليوم في حديثنا ليكن نور رح نلقي الضوء على موضوع في غاية الأهمية موضوع بيتساءلوا عنه الكثيرين في هذه الأيام وهو موضوع الطوفان لماذا التساؤل بالتحديد في هذه الايام ما هي النظره الكتابيه لموضوع الطوفان ثم هل هو اسطوره ام حقيقه وما هي الادله العمليه على الطوفان هل في ادله خارج الكتاب المقدس من ناحيه علميه تثبت على انه فعلا كان في طوفان وهل الطوفان اللي بنتكلم عنه هو محلي ام طوفان عالمي؟ وطبعا رح نتكلم من خلال معاملات الله من خلال هذا الموضوع. احبائي بكل بساطه خليني اقول هدف مهم جدا جدا من خلال هذا البرنامج ومن خلال البرامج اللي بتحضروها نحن نؤمن وانا اؤمن شخصيا بكلمه الله من الجلده للجلده للاسف اليوم في كثير من الكنايس سواء انجيليه او غير انجيليه اللي ابتدات تخفف في هذا الموضوع وابتدات تتساهل في هذا الموضوع حتى نرضي الجيل المعاصر وطبعا اذا ابتدينا في التهادن والمصايره واهملنا في عمود من الاعمده الاساسيه اللي ابتدات من صفر التكوين او صفر البدايات فبحال تساهلنا بيبتدي البناء ينهار رويدا رويدا لكن نحن نؤمن ان كلمه الله حيه باقيه الى الابد وانا بدعوكم ان تشاهدوا هذه الحلقه عن موضوع الطوفان راح تكون سبب بركة لحياتكم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين بحب اقدم ضيف هذا البرنامج طبعا هو شخص مش غريب عنكم بتشوفوه كثيرا على القنوات الفضائيه وطبعا كان من قبل على هذا البرنامج ليكن نور يسرني ان استضيف دكتور ناجي اسكندر زميل الكليه الملكيه للجراحين في انجلترا وبحب اقدمه لانه فعلا هو متخصص في الموضوع اللي رايحين نساله انا وانتم ان شاء الرب عن هذا الموضوع الهام اهلا وسهلا دكتور ناجي اهلا يا اسيس نزار ده شرف كبير لي إن اكون معاك في هذا البرنامج ده شرف كبير كبير لنا تاكي. موضوع الطوفان انا بالنسبه إلي يعني حتى قبل ايماني كنت مسلم بالامور العديده اؤمن بالله أؤمن بكلمة الله أؤمن بالطوفان أؤمن بالأحداث مثل ما هي أؤمن أنه بقولوا أنه الحوت أو السمك الكبيرة بلعت يونان لكن أؤمن حتى لو يونان بلع الحوت والكتاب المقدس بقول هيك راح آمن فيها فلما نسمع كلمة الطوفان أول فكرة شو اللي بدور في ذهنك قبل ما أوجه الأسئلة آه الحقيقة الجزء ده مهم جدا في إيماننا المسيحي لانه الرب يسوع نفسه اشار اليه وقال كما كان في ايام نوح وهو بيشير الى مجيئه الثاني فلو لغينا ايام نوح والطوفان ولغينا الحقيقه اللي بيذكرها الكتاب المقدس في سفر التكوين هنلغي حقيقه مجيء المسيح الثاني وحنلقي من اول الخليقه من ادم بالزبط. وما بعد يعني بالظبط عشان كده عايز اوريك قد ايه الطوفان مهم قوي في سلسله احداث الكتاب المقدس فعايز نشوف على الشاشه حاجه اسمها سبعه ازمنه تحكي تاريخ البشريه مم. تبدا بالخليقه اتفضل وبعد كده بالفساد دخول الخطيه الى العالم بعد مم. الخليقه الرائعه اللي خلقها الله وتعدي ادم وحواء على وصيه الرب دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت <applause> بعد كده بحوالي 1600 سنة من الخليقة زاد شر الإنسان جدا فالرب قضى على الإنسان والكائنات اللي كانت موجودة ما عدا اللي كانوا في الفلك ودي الكارثة العالمية اللي هي الطوفان <applause> بعد كده بعد الطوفان اللي استمر أو قعدوا حوالي أكثر من سنة جوا الفلك خرج نوح وعائلته والحيوانات والطيور وابتدوا يتكاثروا لكن عاشوا في منطقة واحدة اسمها أرض شنعار نعم. وبعد كده الرب بلبل ألسنتهم متوزعة القبائل نعم. وبعدين جاء المسيح إلى العالم المخلص الموعود مي من تكوين أصحاح 3 عدد 15 إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية نعم. والمسيح جاء إلى الصليب عشان يدفع ثمن الخطية ويعطينا الفداء وعندنا الوعد بالمجيء الثاني فشوف قد إيه السبع حلقات دي متصلة مرتبطة في بعضها ويكفي أن يقول أن نقول انه جمال الكمال وكمال الجمال وكمال الكمال نفسه بيقتبس وبيستشهد في هذا الحدث اللي ما حدث بسيط حدث عظيم جدا في العهد القديم لكن اليوم دكتور ناجو انت اكيد بتعمل محاضرات في كل الارض اليوم السؤال دائما اللي اكيد تسال انت ايضا طب هو اسطوره ولا حقيقه احنا فبركناها من ناحيه مسيح شو اللي بيثبت لنا الموضوع آه. طبعا في ادله كثيره على الطوفان العالمي فمثلا لو رحت زرت في الجراند كانيون وانا رحت زرت الزياره دي فاذا انت تؤمن انه ما كانش طوفان محلي تؤمن انه كان طوفان آه عالمي. عالمي يعني غطى كل الارض مش بس منطقه الشرق, الشرق الاوسط يعني تركيا فلسطين مصر آه البحر الابيض والى هذه المنطقه لا كان طوفان عالمي والا ما يبقى معنى لان الله كان م. ممكن يقول لنوح روح هاجر لمنطقه ما فيهاش طوفان وما فيش داعي تبني الفلك لو كان آه طوفان محلي م. وبعدين الميه عشان الكتاب المقدس بيقول غطت اعالي الجبال وعشان تغطي اعلى جبل لازم تغطي كل الجبال لان في حاجه اسمها نظريه الاواني المستطرقه م. لو جبت انابيب وحطيتها جنب بعض وحطيت ميه في واحده منهم وصلتهم ببعض هتلاقي المية تجد مستوى واحد م. فمش ممكن تغطي اعلى جبل والميه تقف كده ندا واحدا لازم تتوزع على كل الارض واعلى جبل اللي بنعرفه هو جبل ارارات ده اللي اليوم. استقر عليه ده اللي عليها. استقر عليه الفلك بس م. طبعا في تغيرات جيولوجيه حصلت في العالم كله ففي جبال الهيمالايا مثلا بيتوقع نعم. انها اعلى فكنت بتسالني عن الدليل على الطوفان لما زرت الجراند كانيون تلاقي في الطبقات العليا في امريكا في, أمريكا، في, في اريزونا بالظبط كده ونهر الكولورادو بيشقها نعم. وهي عباره عن الاخدود العظيم سلسله من الجبال وطبقات مترسبه ورا بعضها تلاقي على قمه الطبقات دي في كائنات مائيه الكائنات المائيه دي جت ازاي؟ ما, كان... ما كانش عندها سلم تطلع عليه وتتحفر فوق معنى كده ان ده كان متغطي بميه والميه انحسرت والكائنات دي ماتت وتحفرت في الطبقات اللي فوق مم. فالناس يجوا يقولوا لنا اللي هو غير مؤمنين بكلمه الله طيب ده كان حدث محلي في المنطقه دي في الجراند كانيون في الجراند كانيون. طيب روح للهيمالايا في اسيا تلاقي نفس الموقف تلاقي في كائنات مائيه على قمه الجبل في الاسكا على فكره كمان شفته انا بعيني بالظبط في كل بقاع العالم فيقول لك ايه محلي 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 لا انا عندي كتاب المقدس بيقول لي انه طوفان عالمي وعندي الدليل التكرار الكائنات المائيه اللي موجوده على قمه الجبال الحاجة التانية الحفريات 95% من الحفريات كائنات مائية م. معنى كده أن الكون كله كان متغطي بمية في وقت من الأمومات م. والمية دي انحصرت وتحصر الترسيبات بتاعة الكائنات الحية دي في أدلة تانية عن طبقات الجراند كانيون في طبقات متساوية ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها لو إنها معرضة لملايين السنين كان لازم يبقى فيه نتوءات ولازم يبقى فيه أعشاب بينها في بعض الطبقات كأنك بتقطع في كيكة يعني طبقة ورا الثانية ورا الثالثة وفي طبعا أدلة كتيرة قوي على إثبات أن كان في حدث عالمي عملاق أثر على الأرض وعلى الكائنات وعلى الحفريات ولما نفهمه بمفهوم الكتاب المقدس يعطي معنى لأن اللي حصل لو بصينا على الصورة دي ولغينا الأربع حاجات الأولى اللي هي الخليقة والفساد دخول الخطية إلى العالم والكارثه اللي هي الطوفان والتشويش لازم نلغي بقيه ايش تقصد في التشويش دكتور آه التشويش ناين. اقصد برج بابل مم. لانه بعد الطوفان الناس اجتمعوا بل في بلبله الألسنة. الالسنه الناس اجتمعوا وحبوا يعبدوا الهه السماء وحبوا يبنوا برج عالي راسه في السماء عشان يعبدوا عليه عبادات وثنيه لكن الرب بلبل بل السنتهم واعطاهم اللغات المختلفه وتفرقوا في الارض مم. وكان الوعد طبعا بمجيء المسيح من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وحتى من يعقوب يعقوب كان عنده 12 ابن نعم. وعمل له 12 سبت قال من سبت يهوذا نعم. ومن بيت داود قد إيه النسل بتاع المسيح مهم جدا وده اللي بنقراه في مثلا في متى أصحاح واحد وفلوقة ونلاقي أسماء وراء أسماء وراء دي مهمة جدا لأن دي الدليل على أن المسيح جاء حسب الجسد من سبت يهوذا من السيدة العذراء مريم عشان يكون البديل عننا على الصليب وانت بتتكلم عن الحفريات يعني انا بعرف من ارض فلسطين لما بيكتشفوا في حق يعني اكتشافات معينه بيجوا على تلي yeah. اللي تهدمت عده مرات وعده yeah. حضرات بيجوا بيقطعوها مثل الكيكه مثل yes. الكعكة yeah. عشان تشوفوا الطبقات, الطبقات وبيستخدموا كربون 14 yeah. بيحللوا النواحي الكيماويه yeah. لكل طبقه على الفتره الزمنيه طبعا بتعود yeah. لالاف سنين ah. لكن طيب هاي بفلسطين لكن كيف بيعرفوا مثلا لما بسمع انا مثلا أرقام خيالية مثلا 60 مليون 20 مليون 30 مليون سنة كيف بقيسوا أو كيف هذا حتى يأكدوا هذا الموضوع هم لقوا طبقات الأرض في الجدول الجيولوجي وابتدوا يحطوا لها أعمار بناء على فكرهم إن في تطور للكائنات فلو لقوا كائن في طبقة معينة يقول لك الكائن ده احنا متوقعين يكون عمره 65 مليون سنة فيبقى الطبقة دي عمرها 65 مليون سنة فهم بدأوا بافتراض ان الطبقات دي تكونت على ملايين السنين م. ودي حاجه اسمها اليونيفيرماتيريان جيولوجي واحد اسمه تشارلز ليال م. في القرن 17 وال18 قال لك انسى طوفان نوح ده خالص ده كانه ما حصلش ومعدلات الترسيب اللي احنا شايفينها دلوقتي هي اللي حصلت في الماضي م. وبالتالي عطى اعمار طويله لطبقات الارض أيوة. نسي حاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي الكارثة امم لأن لما حصل السونامي في جنوب شرق آسيا لقينا جزر اتحركت في ظرف ساعات أيوة. فأنت ما تحتاجش ملايين السنين عشان ترسب طبقات أو عشان تحرك التكتونيك بليتس اللي هي طبقات الأرض القشرة الأرضية من بعضها سوري يعني قصدك أنت من كلامك أنا بفهم أنه هاي الحركة لما تبلبلت الألسن كان في حركة كمان في الارض نفسها؟ اه حركه الارض نفسها حصلت اثناء الطوفان اغلب الحركه حصلت أوكي. بالتكتونيك بليتس دي واللي هي القشره الارضيه وبينابيع الغمر زي العظيم كسرت يعني. لانه كل الجيولوجيين بيؤمنوا انه كانت القارات كلها موحده في حاجه اسمها البانجيا وبعدين اتقسمت هم بيقولوا انها اتقسمت على مدى طويل 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 ملايين السنين احنا بنقول حدث الطوفان بيورينا ان تفجيرات الارض العميقه دي كسرت القشره الارضيه ووزعتها وكان في بريدجز بينهم اللي هي عشان احنا اليوم نشوف نشوف قارات الست قارات أيوة بالظبط كده فده كله كان متجمع في كتله واحده جدا وده اللي بنقراه في تكوين واحد لما في اليوم الثالث الرب قال لتظهر اليابسه ومجتمع المياه دعاه بحارا والرب خلق في اليوم الثالث النباتات على هذه الارض فتوزيعه التكوين الجيولوجي للارض ممكن نفهمه جدا بمفهوم الطوفان ومفهوم الكتاب المقدس. سو so, لما تزحزحت الجزر في في اسيا yes. هو دليل انه مش صعب انه الكره الارضيه القشري تتكسر وتز... أو تت... اه في آه, وب... زمن قليل ده اللي عايز اقوله كمان. Mm. طب انا عارف انه موضوعنا عن الطوفان لكن يعني اليوم يعني ناس بتسال عن الدي... الديناصورات yes. طيب قبل الطوفان بعد الطوفان الى اخره طيب شو اللي يعني لما بيعطونا كمان اعمار الديناصورات بعشرات الملايين ايوه يعني مش متذكر انا هقولك الارقام لكن بس <applause> آه يعني طب كيف وصلوا لهذا التحليل <applause> مع انه التحليل اليوم انا بعرف من الاركيولوجي كربون 14 اللي هو تقريبا لحد 10000 ل 14000 سنه <applause> ده الماكس آه هم مش بيعتمدوا على كربون 14 دلوقتي بيعتمدوا على حاجات ثانيه اسمها بوتاسيوم ارجون ويورانيوم لاد بس دي الايزوتوبس او المواد المشعه خليها على جنب دلوقتي عشان نتكلم على الديناصورات بسرعه بيقولوا الديناصورات ظهرت من 240 مليون سنه ازاي مم. ظهرت ما نعرفش كيف وصلوا لهذا الرقم <applause> انا عايزك تسالهم السؤال ده أوكي. طبعا في اراء كتيره جدا بس انا مش عايز ادخل فيها دلوقتي لكن عايز اوريك الفكره ماشيه ازاي وبيقول انها اندثرت من 65 مم. مليون سنه وبيقول ان الديناصورات تحولت الى طيور فالديناصور بالجسم المعقد ده اتكونت له اجنحه وابتدى يطير طبعا ده بيولوجيكالي فيها مشاكل كتيره قوي في الاحياء ازاي يتغير الجهاز العصبي بتاعه وازاي يتغير الجهاز التنفسي بتاعه وازاي الجلد بتاعه يتحول الحرفيش اللي عليه تتحول الى ريش وتتحول الى اجنحه دي عايزه تغيرات جينيه عملاقه جدا لكن للاسف تروح تزور متحف مانيتوبا مثلا يوريك طائر ويقول لك ده من سلالات الديناصورات طبعا ده كلام عليه نقاش علمي كبير قوي ارجع تاني للديناصورات قالوا ان من 65 مليون سنه اختفت اندثرت في واحده عالمه بتعمل دراسات على الحفريات بتاع الديناصور لقت خلايا دم حمراء ولقت انسجه طريه الانسجه الطريه ما تعيش مم. ملايين السنين تعيش الاف السنين بس هذا شيء حديث حديث طبعا وعندي طبعا الفيديو بتاعه والناس تقدر تشوف ده على اليوتيوب اسمها ميري تشوارز اللي عايز يتابع الموضوع فهيبص يلاقي ان هي قالت ازاي يبقى فيه حاجات انسجه حيه وكرات دم حمراء فقالت ضروري في بكتيريا خلتها تعيش ملايين السنين ومش عايزه تقبل ان تغير فكره ملايين السنين تقول دي عمرها الاف السنين ففي ادله كتيره قوي على صغر حجم الزمن المطلوب للحفريات وطبعا الحفريات ده موضوع ضخم هنتكلم عنه في مرة نرجع دخل. لموضوعنا الرب طلب من نوح انه يبني فلك كثير مرات حتى في قصص بنشوف انه الفلك يمكن حجمه صغير الحيوانات بتلعب اعطينا فكره يعني انت بحسب الموضوع من ناحيه يعني تعطي الدليل العلمي وراء الفكرة طبعا يا أخ نزار للأسف مرات بنشوف الفلك على أساس أنه هو عبارة عن رسمة صغيرة زي اللي احنا شايفينها على الشاشة عبارة عن قارب صحيح. صغير وتلاقي نوح كده بيشد في شعره لانه مش عارف يخلي باله من الحيوانات انا شايفه اصلع ولا مش عارف اكزاكتلي الفنان يقدر يحط اي حاجه في الصوره وبعدين يبين الزرافه طالعه لفوق والنسناس بيتنطط ده شوية مطره توقع القارب ده وكل الجينيتيك بول ده كل المعلومات الوراثيه بتاع الكائنات دي تندثر. ده مش الصوره الحقيقيه ومن فضلكم لما تشوفوا الصوره دي في في اي كتاب قطعوها لانها غلط. ليه؟ لان مرات بنحكي القصه دي للاطفال في مدارس الاحد على اساس قارب بالشكل ده. وبعدين يدرسوا فيزياء ويدرسوا جيولوجيا ويدرسوا احياء يقول لك الكلام اللي كانوا بيحكوا لنا دي قصه. قصة نوح مش عايز أسميها قصة هي أحداث الطوفان لأنها أحداث حقيقية حصلت في الزمن وفي التاريخ وفي المكان فهي مش قصة زي كان يا مكان في قديم الزمان لا بيعطي يمكن تواريخ كمان بالضبط هنشوف ده طبعا تواريخ محددة yeah. فالصورة اللي قدامنا دي صورة مش حقيقية لفلك نوح ولا للطوفان الطوفان استمر لمدة أكتر من سنة قعدوا في الفلك نعم. وكان ليه تأثيرات جيولوجية ضخمة وعلى الحفريات مم. وعلى طبقات الأرض الطوفان كان أربعين سنة لكن بقي أكثر أرب... من سنة بعد أصدق أصدق أربعين يوم أصدق أربعين, يوم 40 وليلة يعني. يع. بس لا ما هو أربعين يوم وليلة ده كان المطرة المطر. لكن ينابيع الغمر العظيم انفتحت وتعالت المياه ارتفاعا متتاليا مدة 150 يوم وقعدت 150 يوم لحد ما جفت بس كانت لسه الارض سوفت انه لما ابتدأت ف... تظهر ليبس يمكن اخذت اكثر من سنة هذا العصر كده اه 371 مم. يوم حسب الكتاب المقدس فالصوره دي طبعا صوره غير حقيقيه للفلك وده بيخلينا نفهم الطوفان كانه حدث صغير مم. ده كان حدث عالمي عملاق اثر على كل طبقات الارض تعال اوريك بقى الفلك المظبوط ده اللي بيبان علينا في الصوره مم. ده افتتح في 5 جولاي 2016 وأن... يعني من... من 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 اسابيع من اسابيع وانا اشكر الرب اني كان عندي الفرصه احضر حفل الافتتاح ده هو اتفتح للبابليك يوم 7/7 سبعة سبعة. وانت بتتفرج عليه اشرح لنا شوي اكثر عنه انا شايف يعني حجم ضخم جدا 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 الحجم بتاعه كانه ملعب كوره ثلاث سيارات دلوار. حتى السيارات آه جنبه ده... مثل النمله ده انا هوريك دلوقتي شكل الافتتاح آه، كان في آه. حوالي 7000 شخص حاضرين حفل الافتتاح والفلك نفسه لما تدخل فيه ممكن يساعد عشر 10000 شخص في وقت واحد عشان تشوف حجم هذا الفلك ما هوش حته القارب اللي مالوش معنى ده انا هوريك صورتي انا ومراتي عشان أكد لك ان احنا زرنا المكان ده ودي صورتي بالمقارنه لحجم الفلك شوف قد ايه انا الصوره حجمها بالنسبه للفلك حاجه ضخمه جدا 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 ده صوره الفلك من جوه ده أحد العدسات اللي بتوريك حجم الفلك من جوه لأنه الرب قال له اعملوا ثلاث طبقات طبقة سفلى ومتوسطة وعليا والرب قال له اصنع أقفاص لأن الحيوانات دي هتكون في أقفاص وهيكون في وسيلة لتغذيتها وسيلة للمية بتاعتها وسيلة للتعامل مع الروث بتاعها وسيلة للتهوية ففي كان قوة, قوة على قمة هذا الفلك بتترفع لفوق القوة دي طبعا كانت مقفولة أثناء الطوفان ودي منها بيحصل التهويه الفنتليشن فعندهم كميه اكسجين كافيه ومنها بيدخل الضوء عشان يقدروا يعيشوا فالموضوع الفلك ياسيس يا نزار موضوع جميل جدا وهام جدا ولازم ندرسه بالتفصيل الشديد لانه اساسي في الفكر الايمان المسيحي عشان الفلك يصير على الماء انت ذكرت انه حجم ملعب كره قدم على ثلاث ادوار مع قوه المي لانه انا كنت بقرا مقال انه قوه المي اكثر من 100 ضعف من شلالات نياجرا في يعني كندا طبعًا في فكيف بيتحمل إزاي. الضغط والقوه سواء من الينابيع من اسفل او المطر من من فوق احنا نعرف ان الفلك اتبنى على ارض صلبه ولما ازدادت المياه ارتفع هو مش مبني عشان يسيل، ما هو زي يعني. هو مبني عشان يترفع. اللي بيحصل ايه؟ لو في سونامي في قاع البحر، السونامي عبارة عن طبقات الأرض بتنزل عن بعضها، مم. فالمية بتنجرف بشدة، تمام؟ فلو في سونامي في قاع البحر أمن مكان تتواجد فيه إنك تكون على سفينة على قمة هذا البحر. مم. ده أمن مكان ممكن الإنسان يتواجد فيه. فالفلك كأنه بيطفو على سطح المية اللي غطت من غير الأرض. ما يقلب. ما, ي... آه ما يحتاجش ما يتقلبش ليه؟ لأن كل التفاعلات اللي حصلة دي في قاع المحيط وقاع البحار كلها دي كلها بعيدة بارتفاع مية عالي جدا غطى أعالي الجبال زي ما قلنا فكان في ارتفاع عالي جدا للمية وكان الفلك بيطفو بصورة سليمة جدا على القمة الكتاب بيعطي طبعا مقاييس لحجم الفلك ممكن تشاركنا آه. الكتاب بيقول لنا الكتاب المقدس بيقول انه كان 300 ذراع في 50 ذراع في 30 ذراع يعني 300 ذراع مع الارتفاع مع الارتفاع 30 ذراع بالامتار 137 متر 24 متر عرض حوالي 14 متر طول فالابعاد دي هي الابعاد الثابته للجسم السفينه دي زي اكبر الشاحنات اللي بنشوفها دلوقتي وكان في دراسه اتعملت في كوريا في 1992 دي ناس مش مؤمنين بالكتاب المقدس ناس بيعملوا دراسه بس على الستابيليتي بتاع الفلك يعني ايه ازاي يبقى ثابت فحطوا اشكال هندسيه مختلفه حطوا مكعب وحطوا اشياء مختلفه لحد ما حطوا المقاسات بتاع الكتاب المقدس هي دي المقاسات اللي تدي الاستابيليتي اللي تدي الثبات بتاع هذا المركب عشان ما يتقلبش يعني ممكن اسالك شويه على اللوجيستكس تبعت الفلك مثلا ازاي كيف ممكن الحيوانات كلها تتجمع بفلك واحد حجم الحيوانات يعني في فيل في دي ديناصورات خليني اسال على الاكل والشرب طبعا. مناطق للاكل يعني انا متخيل يعني محتاجين اطنان من الاكل ومن المي وطبعا الرؤس والاخره يعني كيف يعني ممكن يتعاملوا طبعا مع كل هذه الامور طبعا كل الامور دي مشروحه في الفلك اللي افتتح في, في كنتاكي و... و... واحب استعرضها مع حضرتك لانها مهمه جدا تعال نتكلم عن الحيوانات وعددها الاول تمام الرب لما خلق في الخليقه خلق كجنسه 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 فالرب ما خلقش لو قلنا مثلا في 200 نوع من الكلاب ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس في يوم الخليقه. بده يكون الذئب. بالظبط، <applause> الذئب على قمه هذه العائله في كل المعلومات الجينيه اللي تتحول ل 200 نوع من الكلاب عبر السنوات، م. تمام؟ فالرب لما دخل لنوح، على فكره هو الرب اللي احضر الحيوانات، نوح ما راحش يجمعها. كتاب مقدس بيقول الرب احضرها اليه. فالرب لما احضرها يحضر راس العائله، مش هيحضر كل مكونات العائله. فمثلا لو في كذا نوع من الافيله الرب هيجيب اللي على القمه في كذا نوع من الديناصورات الرب اللي هيجيب اللي على القمه وبعدين ربنا مش هيدخل الحيوانات الكبيره اللي هم السينيور اللي مش هيخلفوا بعد ما يطلعوا من الفلك العواجيز الشيوخ لا هيدخل الحيوانات الصغيره مثل مثلا الديناصور اه الصغير انا احكي لك على الديناصور لأنه ده موضوع مهم جدا لانه ده السؤال بيسالوا ازاي وسع يعني دخل الفلك بالظبط الفكرة كالآتي أنا شفت البيضة اللي بيفقس منها الديناصور في حجم كرة قدم ونص كده نقول حجم اتنين كرة قدم شفتها وين؟ شفتها في متحف الخليقة في سنسناتي ريبليكا تمام؟ فدي اللي بيطلع منها التيركس الحيوان الكبير أو الديناصور الضخم أوي فالديناصور لما بيفقس بيبقى في حجم المعزة صغير نعم. فالرب مش هيدخل الديناصورات الكبيرة هيدخل الديناصورات الصغيرة وبعدين قالوا طيب ممكن يدخل لان كان في باب واحد للفلك. ممكن الديناصور يدخل بس خلال السنه دي يكبر قوي وما يعرفش يطلع. عندنا كيرف بيوريك النمو بتاعهم بيحصل ازاي على مدى خمس سنين. فاول خمس سنين ما بيبقاش في ارتفاع عالي قوي وبعدين يحصل زي ما تقول المراهقه في البني ادمين والجسم يطول فجاه وبعد كده يستمر على الثبات بتاعه. فالديناصورات والحيوانات الكبيره كان ممكن جدا تدخل الفلك ما فيش اي مشكله في ذلك لان الله هيدخل راس الحيوانات راس العائله وهيدخل الحيوانات الصغيره. طبعا في دراسه كامله عن هذا الموضوع بتفصيلات في منتهى الجمال. طيب فاذا نرجع خليني يعني الفكره الاساسيه ذكرت فكره الكارثه. Yes. في سفر التكوين اللي هو المقصود الطوفان. Yeah. شو اللي حدث اه تأدى إلى هذه الكارثة اه تعال نشوف الآيات الكتابية دي برضو صور تانية بتورينا الفلك من آيات الكتابية في أصحاح ستة من سفر التكوين بيقول الرب في عدد ثلاثة لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر تكون أيامه 120 سنة يعني الرب هدي 120 سنة دلوقتي تحذير للناس بعد الطوفان قبل الطوفان أنا كانت... فاهم لكن قبل الطوفان كانت الناس تعيش عم... تعمر كثير كتير بالظبط نعم. كان الاعمار طويله ودي مهمه قوي لأن ل... الطوفان بس اللي فهمنا نوح وزوجته وثلاث اولاد وزوجاته, وزوجاته بالضبط والاعمار قلت بعد كده قبل كده في مرحله الاباء البطاركه بنسميهم مم. من ادم الى نوح ده كان حوالي 1600 سنه نعم. والناس كانت بتعيش فترات طويله وده مهم عشان الشريعه الشفويه تتناقل ويبقى في شهود عيان مم. تثبت كلمه الله اللي بنتناقل واللي وصلتنا بعد يعني اللي بيشاهدنا كانت الناس تعيش 600 700 يا. 800 سنه 900 سنه ما تشالح 969 و... يعني. سنه وهكذا بالظبط ما تشالح ده مهم قوي لانه عاصر ادم وعاصر نوح ومات سنه م. قبل الطوفان اوكي ف... فالاحداث متصله مع بعضها طبعا دي دراسه جميله لحالها فهذا طبعا باكد انه لما بيتكلم عن تواريخ وارقام في آه. الكتاب أنا توفي شهود عيان بالضبط ودي حاجات موثقه ومضمونه ومؤكده م. تمام فده شر الانسان زاد على الارض بنقرا بعد كده في تكوين 6 برضو عدد اربعه كان في الارض طغاه عارفين لما نسمع طاغيه م. هتلر مثلا طاغيه وللاسف في طغاه عايشين في العصر نعم. القرن الواحد والعشرين كان في الارض طغاه في تلك الايام دخل بنو الله على بنات الناس ولدوا جبابره ناس جبابره م. راى الرب ان شر الانسان قد كثر على الارض ان تصور افكار قلب الانسان شريره كل يوم امتلات الارض شر قدام الرب فسد كل البشر شوف الوصف يا اسيس نزار مم. قد ايه قد ايه بيوضح ان كميه الشر خلال حوالي 1600 سنه من ادم الى نوح زادت جدا 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 فالله قرر انه يعاقب الشر وال... ال... الايه اللي انا اسا انتبهت لها انه افسدت كل الارض بالظبط عشان كده الطوفان هيغطي كل الارض وهيعاقب كل الارض م. فكلمه كل هنا مهمه قوي ان الارض كانت ملعونه كمان بالضبط واللعنة دي احنا الانسان اللي عاش في الوقت ده زودها بالشر بتاعه قدام الرب م. فكانت النتيجه ان الرب قال ان انا هقضي على الانسان تعال نشوف الهدف من الطوفان هنلاقي في عدد السبعة الرب بيقول خلي بالك عايزين نعد على صوابعنا دلوقتي فقال الرب امحوا عن وجه الارض الانسان الذي خلقته مع بهائم دبابات طيور السماء لأني حزنت أني عملتهم. الحزن هنا مش معناه إن أنا إن الرب يعني زعل، لا مم. معناها إنه ما حققوش الهدف إلا الله عمله عشانهم. مم. فهيبيدهم. فالطوفان لازم يبيد الإنسان ما عدا الناس اللي في الفلك، يبيد دبابات الأرض، يطير يبيد الطيور وأكثر من كده. عدد 13. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلم منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض فالقشرة الأرضية هتتأثر بالطوفان فالحاجات اللي هتتأثر بالطوفان هو الإنسان البهائم دبابات الأرض طيور السماء الأرض نفسها وده اللي زي ما بنقول في الفترة اللي تكونت فيها القارات والجدول الجيولوجي وطبقات الأرض دي كلها من تأثير طوفان نوح الطوفان الكارثي طبعا هذا يعني اللي أنا بفهمه منك هذا زي مرجع للتكملة لأنه ذكرت أنت على الأزمة للتكملة أنه كان لابد أنه هذا الشيء حتى يتم كل شيء ولا سيما إنه إنه ما بتقدرش تشيل مثلا تقول الطوفان إذا ميث مثلا أسطورة أو خيال أو إلى آخره فأنت إن شلته فكل كل التسلسل اللي بتتكلم عنه بيقع بالتأكيد عشان كده كل كلمة من كلمة الله الصادق الكتاب المقدس لا تسقط أبدا نعم. عشان كده لازم نحترم الكتاب المقدس عشان هيك حبيتك يا دكتور <applause> شكرا والفكرة كالآتي إن الكتاب المقدس بيقرأنا وبيعرفنا احنا مم. مين وفي علاقتنا مع الله ناس كتير يا اسيس نزار تقول لي الكتاب المقدس ما هوش مرجع علمي اقول لهم الحمد لله انه مش مرجع علمي لان المراجع العلميه بتتغير كل أربع خمس سنين مم. كتاب المقدس ثابت لكن ما يذكره الكتاب المقدس عن العلم فهو صحيح مم. فطبعا لو عايز احل مساله رياضه مش هفتح سفر اشعياء عشان احل مساله رياضه لكن ما يذكره الرب عن الخليقه صحيح في 100% عن سقوط الانسان صحيح الطوفان بلبلت الالسنه مجيء المسيح موته قيامته المجيء الثاني كل دي حقائق امم وكلها مرتبطه ببعض وما نقدرش نقول واحد منهم اسطوره فاذا كوني اؤمن بهذه الحقائق اسهل من ان لا اؤمن يعني عدم ايماني انه مثلا ادم فعلا شخصيه حقيقيه شخصيه تاريخيه ان ابتديت اشكك في ادم فانا بلغي مخي بلغي يعني. عقلي وفعلا يعني ببتدي افك شوي شوي الاساسات القواعد اللي بيرتكز عليها الكتاب او معاملات الله بيبتدي كل حاجه وراء الثاني تسقط في الكتاب بالتأكيد. المقدس بالتاكيد والشيطان شاطر قوي لانه بيهد في اساسات الايمان المسيحي امم تكوين واحد ل 11 كل اساسيات الايمان المسيحي يقول لك اني ادم شخصيه رمزيه ما لو ادم شخصيه رمزيه ابنه يبقى رمزي يبقى ابراهيم رمزي يبقى داوود رمزي طب شو اللي وصلهم لهذا الاستنتاج للاسف ان احنا سمحنا للافكار الالحاديه وافكار العالم تدخل جوانا وما ابتديناش كانش عندنا الوعي الكافي نقول لا الافكار دي مش مظبوطه فلما يقولوا ان الانسان اصله جاء من حاجه اسمها الكومن أنسيستر اللي هو الجد التخيلي الاعظم هو تخيلي ما عندناش حفريات عنه ويقول لك فرع منه تفرع للقرود والنسانيس وفرع اتفرع للإنسان ده كلام مش مثبوت وكلام عندنا اعتراضات علمية ضخمة جدا عليه في كل الفقرات دي طبعا دي محتاجة برامج مطولة أنا عشان يعني متفصلة. لا وإن شاء الرب حنكون مع بعض في برامج مع بعض في المستقبل القريب إن شاء الله. عن مواضيع ما شابه مثل هذه المواضيع لكن أنا بشوف الإثباتات اللي موجودة في كلمة الله هي دليل كافي وكون يسوع يستشهد فيها أيضا دليل كافي لكن بتعجب من الناس اللي بتبتدي تساهل مع كلمة الله كأن الكتاب يحتوي على كلام الله لكن مش كله كلام الله فهنا طبعا مسألة خطيرة جدا أنا أؤمن أن الكتاب هو كلمة الله بالتأكيد والكلمة صار جسدا وحل بيننا نعم فدي الكلمة المكتوبة والكلمة المتجسد وطبعا الأدلة على صدق الكتاب أدلة لا حصر لها تحقيق النبوات مثلا إزاي تحققت في الرب يسوع مكان ميلاده آه النسل اللي هيجي منه آه الحياة اللي هيحياها الصليب حتى ثيابه اللي هيقترعوا عليها حتى إنه هيدفن في قبر جديد لم يستخدم عارف يا أسيس نزار الموضوع ده بي بيعجبني جدا الرب يسوع ما كانش من عيلة غنية فما كانش عندهم جريف يارد ما عندهم مدافن في أورشليم نعم فالانسان اللي ما كانش عنده كده بيدفن في مدافن كومينيان بريال جراوند يعني مدافن مدافن يس... عامه ولا سيما المصلوب بيرموه بيرموه بشوية تراب عليه آه. تخيل لو كان ده حصل في الرب يسوع ما كناش نتاكد من قيامته لكن الكتاب قال انه هيدفن مع غني عند موته ده في اشعياء نعم. وانه القبر اللي كان فيه المسيح قبر جديد ما فيهوش جسم تاني ومنحوت من الصخر ومنحوت من الصخر فمدخل وفي البستان واحد بستان وفي... كل هاي الاكتشافات موجوده اليوم آه. وفي مدخل لهذا واحد يعني. ما حدش يقدر يسرق جسمه من الخارج م. ويقول انه قام كل الادله دي تبين صدق الكلمه فازاي كل كتابي وأصادق واجي اقول الطوفان ده حاجه رمزيه م. مستحيل ممكن اسالك سؤال شخصي تفضل يعني اعذرني انه لازم اسال هذا تفضل. السؤال انت دكتور ناجي اسكندر يعني شخص متخصص في الطب وفي الجراحه زميل الكليه الملكيه حصلت على يعني اعتبارات كبيره شو اللي قادك وشو اللي خلاك انك تكرس بعدك شب بعدك شب حلاوه وصغير شو اللي خلاك يعني تكرس كل حياتك من ناجي الجراح الى ناجي اللي حاطط كل وقتك حتى تيجي تزور فلك عملوه جديد في في امريكا حتى تثبت اكثر من كلمه الله شو اللي قادك لهذا الموضوع اهميه الكتاب المقدس وكلمه الله لانه الى الشريعه والى الشهاده إن لم يقولوا مثل هذا ليس لهم فجر فالفكرة أنه لو سبنا أساسات الإيمان المسيحي كل حاجة هتنهار فالرب حط على قلبي أنا ومراتي من فترة أن احنا نتعرض لدراسة هذا الموضوع ولسنوات عديدة الرب كان بيعد وبيعلمني 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 ما كنتش عارف أن أنا هكون بقدم برنامج مع حضرتك في, في هذا الموضوع لكن حسيت بأهمية الأساسيات لأنه فكر الإلحاد ابتدى يسود جوه الكنايس حتى وفي العالم كله وابتدى الناس يقولوا لا احنا مش هنصدق كلمة الله لو ما صدقناش كلمة الله هتكون النهاية مرعبة علشان كده استخدمنا العلم التطبيقي وال... والاكتشافات في الحفريات وعلوم البيولوجي والكلام ده كله علشان نؤكد صحه الكتاب المقدس م. فده الفوكس بتاعها آه دكتور ناجي طبعا احنا يمكن اخذنا شيء بسيط من ال... اللي الرب وضعه في داخلك وفي قلبك لكن لو انت عاوز خلال دقيقه يعني عاوز توضح موضوع الطوفان لاي مشاهد شو ممكن تخبر اه هنقول ان الطوفان ده حدث عالمي عملاق وفي ادله على كده لانه في كميه ميه على الارض لو سطحت الارض كلها في ميه تغطيها 2.7 كيلو ففي كميه ميه تغطي الارض بس لو هي مسطحه. الارض طبعا فيها مرتفعات وفيها منخفضات نعم. فالرب رفع الجبال وخفض المنح البق... البحار. فده اللي خد المية اللي بعد الطوفان توزعت على الأرض وجزء منها طبعا تبخر وعمل سحب وعمل حاجات تانية جدا فاللي عايز أقوله أن ما يذكره الكتاب المقدس فهو صحيح والرب يسوع بفمه المقدس قال كما كان في أيام نوح لأني عارف أن احنا في القرن الواحد وعشرين هنشك في نوح وهنشك في الطوفان وهنشك في عقوبة الله وعدل الله وتأثير ده على الحياة وهنقول أن الحياة أن احنا جينا من تفاعلات كيماويه ولما نموت خلاص حياتنا تنتهي فالحياة ملهاش بداية وملهاش نهاية وتكون نتيجة في الوسط ملهاش أي معنى مع أنه العكس الحياة لها بداية بالزبط. والكتاب تنبأ لابد أن يكون في نهاية بالتأكيد وفي أكيد. حياة أبدية يؤمنوا بالرب يسوع المسيح أمين مخبص. أمين طيب بعد إذنك دكتور ناجي رح نأخذ فاصل قصير تفضل. وبحب أعطي فرصة للمشاهدين سمعتوا الفكرة اللي ذكرها الدكتور ناجي ومكرس حياته من اجل هذا الموضوع، اذا عندك اي سؤال بتحب توجهه للدكتور ناجي، اذا في معلومه عاوز تستوضحها في هذا الموضوع في موضوع الطوفان، الخليقه، البدايات هو موجود معنا بحب ارحب في تساؤلاتك. بعد دعوني يعني ارجع بعد هذا الفاصل القصير وابتدي اخذ مكالمات. اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا مع الدكتور ناجي اسكندر عن الطوفان خليني اخذ المكالمه الاولى من ابو مهند من الاردن اهلا وسهلا ابو مهند انت معنا على الهواء الخير مساء الخيرات ابو مهند تفضل تحيه محبه للاخ نزار شاهين وتحيه تقدير للدكتور نادي اسكندر أهل شكرا اهلا بك ابو مهند تفضل حبيبي تفضل حبيبي سؤالي يقول هل العالم انتهى بالطوفان؟ تمام تمام هذا هو سؤالك هي اطول وما هي اطول رساله تحذير قبل الطوفان؟ و وما هو الرمز الذي أعطاه الله إلى نوح بعد م. الطوفان شكرا, شكراً, جزيلاً, شكراً جداً جزيلا جدا أبو مهند أبو سؤال يعني في الصميم تفضل دكتور تمام طبعا الكتاب المقدس واضح في تكوين ستة أنه الطوفان كان هيقضي على الإنسان وعلى البهائم ودبابات الأرض وطيور السماء وعلى الأرض م. وده اللي اتحقق في الطوفان فهو قضى على كل المسكونة وكل الكائنات الا اللي كانوا جوه الفلك نعم فاللي جوه الفلك هم المحميين اللي طلعوا اللي وعملوا 8 بالظبط الثمان اشخاص والكائنات اللي الرب حطها ودول اللي عملوا عملوا تكاثر وهم اللي كونوا مم. حتى دلوقتي نقول نسل سام وحام ويافث مم. حتى الاجناس او فئات البشر المختلفه طبعا هو رساله تحذير لانه بيورينا ان الله اله عادل فاحنا بنتكلم عن الله اله المحبه وده صح لكن صفات الله كلها متكامله فهو مش محبه 100% وعدل 90% فالمحبه أوفر كامل العدل لا هو كل صفاته كامله عشان كده العدل بيقول ان انا كانسان خاطي لازم اموت المحبه بتقول لازم اغفر له فعشان كده في الصليب اللي بيجتمع فيه المحبه والعدل توازن الصفات الالهيه طبعا فهو كان رساله تحذير وطبعا حاجه حصلت في التاريخ وكان للفلك ده ليه باب واحد والرب يسوع قال انا هو الباب وطبعا يمكن لا السؤال انه الرب اعطى وعد او خلينا نقول اعطى آه. عهد بعد الطوفان انه مش رح يدمر الارض مره ثانيه آه بالماء والعلامه كانت قوس قزح, آه قوس قزح. بعتقد يمكن هذا كان سؤالك آه. آه ابو مهند آه اي تعلم تمام بالضبط قوس قز قزح ده ظاهرة طبيعية عبارة عن إن الأشعة بتدخل في المية فبتحولها زي البريزم اللي هو المنشور ده مم. فبتحول للسبع أطياف بتاعتها السبع مكونات بتاعة الضوء تمام؟ فالرب قال إن العلامة دي لما تظهر معناها ودي لازم هتظهر بعد أي مطرة مم. إن دي من إن الرب مش هيقضي على العالم كله مرة تانية بطوفان عالمي بالماء بالماء لكن هيكون في طوفان محلي مم. في بعض الطوفان التفان اللي بيحصل محلي فيضانات وطوفانات محليه لكن مش هيقضي على كل المسكونه مره ثانيه بالطوفان لكن في في بطرس الثانيه اصحاح يعني. ثلاثة بيتكلم انه شح يقضي على العالم بالماء ب... لكن نفس العالم مخ... يعني مخزون بكلمه الله رح يقضي على العالم بالنار بالضبط كده يعني طبعا كعقاب وده وتأ... آه كان انتهاء وبعدين في سماء جديده وارض جديده نعم. يسكن فيها البر ف... فده حتى يعني, يعني طيب اخذ لك كانت مكالمة من سالي من الجزائر اهلا وسهلا سالي من الجزائر تفضلي تفضل اهلا وسهلا أنا مسأل مساء النور اخي نزار مساء و... الخيرات اهلا وسهلا اختي كيفك؟ فكري... وظيفتك الكريم انا عايز سؤال اخي نزار تفضلي انا كنت مسلمة وقبيلة المسيح وبحبه كثير كثير انا بصدق بان آه. يعني الكتاب المقدس حقيقة بس انا ما بصلي ما فيش استجابات بعدين اخاف مم. اني من رب مش موجود انا تعبانه من المشاق المشاق مم. عايز اشوف الرب يسوع في حياتي مم. عايز اشوف يساعدني عايز اعيش المحبه اللي قالها في الانجيل انا بحبكم انتم اولادي ازاي يحصل على ده عايز اعرفه بالحقيقه مش بس بالكلام مم. امين امين اخت سالي هذا سؤال كثير كثير مهم وبشكرك انا بس يعني بشكر الرب من اجلك من اجل ايمانك بالمسيح والرب يعطيك الفرح والسلام سمعت انت معنا اخت سالي يعني خليكي معي تفضل دكتور ناجي يعني هي احيانا بتحس لما بتصلي كانه الله مش موجود مش عم بستجيب مش عم بتجاوب على فكره حال الكثيرين مثل هذا الموضوع <applause> احنا في الايمان المسيحي يا أسيس نزار مش عايشين بالاحساس احنا عايشين بوعود الله لينا مم. فاحنا مش عايشين علشان انا النهارده مبسوط فيبقى ربنا معايا بكره زعلان ربنا مش معايا الشيطان هيلعب على مشاعري فوق مم. وتحت على طول لكن احنا ابناء لله بناء على وعد من الله اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله اي المؤمنون باسمه فده هو الوعد للرب فانا حياتي لو امنت بالرب انا ابني ليه مهما حصل بعد كده مام. تمام المشاعر ازاي اسيطر عليها لازم يكون روح الله لازم اتعلم من كلمه الله لازم اقرا الكتاب المقدس مم. لازم لما ما افهمش حاجه اسال لانه مش سهل ان يفهم كل حاجه مره واحده لازم اروح اسال وافهم بمقدار ايماني ومقدار قرايتي لكلمه الله ونموي الروحي ده اللي هيساعدني اني انمو مم. واتقدم يوم بعد يوم امين اخت سالي احنا بنصلي أن ربنا يشجعك وحبيت اقول لك انه في عندك عيله بتصلي من اجلك وبتهتم فيك واحنا رح نستمر ونصلي انا رح شو رح اعمل اخت سالي اذا ما عندكش مانع رح احطك اون هولد اذا ممكن تتركي رقم الهاتف بنحب نتواصل معك وحتى نشجعك وحتى نشرح لك اكثر واكثر يعني انه لا الله بحبك الله بيستجيب الصلاه الله مهتم فيك الله عاوز يباركك الله عاوز يعني حتى لو احيانا الامور مسكره وفي اضطهاد وفي ظروف صعبه لكن احنا بدنا تتشجعي من كلمة الله ربنا يباركك وابقي معي لأنه حيخدوا رقم تلفونك شكرا كثير ربنا يباركك يا سالي خليني أخذ غالب من الولايات المتحدة تفضل أخ غالب أنت معانا على الهواء غالب تفضل أنت معانا على الهواء غالب من فضلك تسمعنا من الهاتف طيب على ما يبدو أنه عم بسمع صوتي أنا مش عم بسمع السرعة المفروض يتواصل معي عن طريق الهاتف غالب انت معنا تفضل اذا انت معنا تفضل <applause> اوكي فراح اخذ اشيل هاي المكالمه لانه عم بسمع صوتي خليني اخذ مكالمه ايضا من نهال من المملكة المتحدة أهلا وسهلا أخت نهال أنت معنا على الهواء <applause> تفضل <applause> أخت نهال أهلا أنت معنا على الهواء <applause> القسيس واهلا وعلى رسائلك يا دكتور نادي منور الشاشه شكرا. وانا بشكرك شكر خاص لانه حضرتك قلت انه فعلا التواصل مش شيء رمزي خالص ولازم نصدق كلام الكتاب لانه زي ما حضرتك قلت ان الحوت بلع يونان وحتى لو الكتاب قال لي ان يونان هو اللي بلع حوت كنت هصدق برضه بس المشكله يا حافظ الاسيس انه في نوعيه من الناس بتشكك في كلام الكتاب وده خطر فظيع هيؤدي للالحاد لانه بيعتمدوا على مثل بيقول انه الكلام ده فاضي ده ربنا عرفوه بالعقل في أم. مقولة بتقول كده، فأنا نفسي أعرف رأي الدكتور ناجي في المقولة دي لأنه أنا رأيي يعني دي مقولة مودية الناس كلها في في خط غلط خالص وهي مقولة غلط خالص لأنه الله لو فهمته بعقلي المحدود ده يبقى مش الله، لأنه يعني الله غير محدود. وأنا عايزة أقول إن الفلك اللي قاعد يبني في نوح اكتر من 100 سنه اللي امنوا بس ثمان اشخاص فده عظه لينا ان احنا ما نستهونش وانه فعلا ناخد ده عبره ونبتدي نعرف انه ده اللي خلصنا. السؤال للدكتور ناجي انه حضرتك قلت دلوقتي انه في ارض جديده وسماء جديده. السؤال اللي بيجي لنا انا افهم ان الارض الجديده اه علشان الارض القديمه كانت وحشه ومليانه بالخطيه لكن ليه سماء جديده وفين السماء القديمه ومين استخدمها وربنا يبارك آه. ربنا يباركك يا اخت نهال شكرا جزيلا آه ممكن آه ازيد سؤال آه على <applause> سؤال نهال <applause> بدي يكون اسا ذاكرتك قويه وعلى فكره الوقت عم بيأذف آه. طبعا قصة الطوفان مذكورة مذكورة والحق يقال في في قصص كثيرة لكن واحدة من القصص المشهورة اللي موجودة في المتحف اليوم بسمى ملحمة جلجميش في المخطوطات الكلدانية القديمة أو اللي اكتشفوها في العراق شو ردك على هذا السؤال إذا بتحب تبتدي من من نهال وتنهي فيه آه. أبتدي من أخت نهال شكرا لك يا أخت نهال جدا عايزه اتكلم عن موضوع العقل والايمان لانه موضوع مهم جدا. على فكره ربنا خلق عقولنا وعايز يستخدمها فبالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الله هيستخدم عقلي علشان يوصل لي الايمان. مش معناها ان انا هعرف الله بالعقل، عايز اوضح الكلام ده مره ثانيه. الله ما اقدرش احطه في انبوبه اختبار واختبره في المعمل، لان الله روح. إحنا عندنا خمس حواس بيها بنعرف الأشياء، السمع والنظر واللمس والتذوق وهكذا. <applause> كل الحواس دي محدودة، فمثلاً السمع إحنا بنسمع في لينس معين في موجة معينة. ففي الموجة دي في حاجات اسمها الترا ساوند، يعني ما بعد الساوند. <applause> تمام؟ فالحواس بتاعتي غير قادرة إنها تستوعب الله، لأنها <applause> محدودة. طيب، إزاي أستوعب الله بقى؟ أستوعب الله بإعلانه عن ذاته. <applause> الله اعلن عن ذاته في الكلمه المقدسه في التاريخ في الخليقه في الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا فانا عايز اقول اني انا مش لما بدخل الكنيسه بحط عقلي على نيوترال واقفله لا انا بشغل عقلي جدا بس في نفس الوقت عارف ان قدرات هذا العقل ليها حدود فانا محتاج لاعلان الله ليا اضرب مثال بسيط انا ما دخلت الاستوديو معاك يا اسيس نزار دلوقتي لقيت الكرسي ده وقعدت عليه ليه قعدت عليه لاني واثق انه هيشيل وزن جسمي فانا بالايمان قعدت عليه. بس الايمان ده مبني على معلومات بمعنى اني لو رحت حضانه ولقيت كرسي من الصغيرين قوي دولة عمري ما هقعد عليه. ليه؟ لان لأ معلومات بتقول لي انك ده مش هيشيل وزن جسمك. فاللي عايز اقوله انه في العقل بيشتغل والله عايز عقلنا يشتغل بس نفهم ان العقل ده محدود وان احنا محتاجين لاعلان الله عشان ينقي العقل. النقطه الثانيه اللي الاخت نهال قالتها سماء جديده وارض جديده. تمام الأرض اللي بعد ما الإنسان سقط كانت النتيجة أنه لعنت الأرض وأصبحت فيها الشوك والحسك والمرض وكل المشاكل دي كلها مم. السماء إيه اللي حصل فيها؟ السماء في ثلاث سماوات الغلاف الجوي في الفضاء الفسيح في عرش الله عرش مم. الله طبعا نقي الفكرة أن الشيطان دلوقتي اسمه رئيس سلطان الهواء ففي سماء جديدة وأرض جديدة يعني في نيو أوردر هيحصل مم. ان الله يخلق السماء الجديده والارض الجديده اللي مش هيكون فيهم لا مرض ولا خطيه ولا اسم وهتكون حياه كامله بلا موت واحنا محدودين في الزمن بالزبط. كمان دكتور ناجي طبعا يعني الله خارج عن نطاق الزمن بالزمن. تايمليس بالظبط لكن احنا بنتكلم عن ما هو موجود مرئي. مدرك في الزمن أه. عشان كده الرسول بولس لما شاف رؤيه عن السماء قال ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن يعني حاجة ما تشافتش فمش هعرف أوصفها إحنا بنوصف أي حاجة شفناها ما لم يخطر على قلب بشر عايز بس أرد بسرعة على ملحمة جلجميش لأنها مهمة اتفضل ملحمة جلجميش بتذكر الطوفان بس بتقول إن الفلك كان مكعب الدراسة الكورية اللي اتعملت 1992 حطوا المكعب ده وحطوا ضغوط المية والحرارة والكلام ده كله لأنه يتقلب نعم المقاس اللي ممكن يبقى ثابت هو 300 ذراع في 50 ذراع في 30 ذراع اللي هو المقاس اللي بيقوله الكتاب المقدس فجال جميش عباره عن تحوير للاصل اللي موجود في كلمه الله المقدسه والناس كانت تتناقل إنه في طوفان حدث لكن أنا بؤمن إنه المرجع هو كلمة الله وإنه إنه فعلا حدث طوفان وما تناقلت بعد الطوفان آه. الناس يعني كونت لما تنقلوا يعني. من مكان لمكان بعد برج بابل طيب خليني أخذ مكالمة من يوسف أهلا وسهلا يوسف من الولايات المتحدة أنت معانا على الهواء تفضل. اوكي أنا أشكركم أخي الزيارة على هذا رائع دكتور نادي حقيقه برنامج رائع وفي وقت قال دكتور نازي ليش تتصور انه ال... الديناصورات ليش ما تكون هلكت بالطوفان؟ آه. وما هذا دليل على انه قصه الطوفان حقيقه هذا ارث انساني لكل البشر لكل اولاد نوح بس كل قبيله وشعب حكى بطريقة معينة لما الرب ده يحكي حكى بنسخة الأصلية وشكرا جزيلا لكم شكرا لك ربنا يبارك فعلا تعليق كتير كتير حلو خليني أخذ تفضل معلش عايز أرد على السؤال ده بسرعة عشان الديناصورات إحنا ليه بنقول الديناصورات معناها السحلية المرعبة م. ودي الاسم ده اتقال سنة 1841 بواحد اسمه أوين وصف فيها سحلية فهي مجموعة السحالي ليه بنقول الديناصورات دخلت الفلك اللي هي الصغيره اللي انا حكيت عنها دي علشان في في سفر ايوب اللي هو اتكتب بعد الطوفان في وصف للديناصور وبيقول انه الديل بتاعه كارز لبنان نعم. تمام فعندنا ديناصورات اسمه براكيوسورس بهذا الوصف اللي مذكور في سفر ايوب نعم. فاحنا بنؤمن ان الديناصورات اغلبها مات اثناء الطوفان طبعا لانه اللي كل اللي بره الفولك مات ومجموعه منها عاشت وانقرضت او بتنقرض ما نعرفش بالظبط انقرضت بالظروف البيئيه اللي حصلت بعد الطوفان طيب انا بشكر كل المشاهدين انا عارف انه في مكالمات كثير انا بعتذر انه مش راح نقدر ناخذ المكالمات لكن بشجعكم انه تتواصلوا معنا في حلقات قادمه ايضا واذا كمان فيكم تشوفونا على اونلاين فيك تفوت على السايت والاب وتشاهد هذه الحلقة ولو عندك أسئلة في إحنا كمان نوجه هذه الأسئلة لدكتور ناجي ونتواصل معك. معكم ربنا يبارككم مرة ثانية اعذروني مش راح أخذ كل المكالمات فيمكن أمامنا دقيقتين دكتور ناجي إذا ممكن توصل الفكرة من خلال هذه الحلقة الطوفان للمشاهدين يعني خلينا نقول زي عملية اختصار أو سمري أو هيك تلخيص للي حكيته تمام الطوفان بي... بيعلن عدل الله الله إله عادل بس بيعلن رحمة الله لأن الله عطى فلك نعم فالله مش بيدي بس عقوبة لكن الله بيدي وسيلة للخلاص المشكلة فيا أنا لأني ما بقبلش الوسيلة اللي الله حطها لي فالرب عطانا الفلك وعطى كل مقاييسه وعطى كل كفاءاته أنها تتحمل الطوفان الشديد ده علشان الناس تدخل ونوح كان هو المبشر بالبر وكان بيقول لهم تعالوا محدش صدق فإحنا برضو لو ما صدقناش كلمة الله النهاردة هيجي يوم لما يجي المسيح مرة تانية هتكون في العقوبة على العالم كله والناس اللي ما دخلتش الفلك كلها هلكت لو أنا بره الفلك بمقدار متر أو مئة متر أو ألف متر ما فرقتش لازم أكون داخل الفلك بزميع. لازم أكون في المسيح وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة دكتور ناجي شكرا جزيلا ربنا يباركك ويبارك خدمتك ونصلف فعلا أنك تكون شهادة حية في كل مكان بتسافر لي أنك تشهد عن هذه الموضوعات الهامة ولا سيما في هذه الأيام خليني أقول في الختام أحبائي أنه نوح كرز طاعه لامر ولصوت الرب وكرز اكثر من 100 سنه حتى يعطي فرصه للتوبه والشيء العجيب انه الله بيعطي فرص حتى مع انه راى ان كل تصور وكل فكر الانسان من جوه في الدي ان إيه بتاعه شرير لكن مع كل هذا لعل الانسان بتوب لعل الانسان بيرجع نفس الشيء احبائي يقول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يقول كتاب كل من يدعو باسم الرب يخلص، كل من يؤمن به لا يخزى، والرب يسوع قال: كل من ياتي الي لا اخرجه خارجا، فأنا بدعوك إنك تيجي للمسيح بيعطيك الغفران والحياة الأبدية، إلى اللقاء والرب يباركك.